نروح للقاح بريطانيا الجديد يا دكتور، والتجارب البريطانية الحقيقة تجارب واسعة النطاق أظهرت أن اللقاح الجديد لمكافحة كورونا اللي طورته شركة نوفافاكس فعال بنسبة 89.3%. شايف تعدد ظهور اللقاحات إزاي في الفترة الأخيرة، وهل من الممكن فعلا أنه يبدأ هذا الفيروس في الانحصار عندما فعلا يتم توزيع اللقاحات بشكل معقول على دول العالم كلها؟ طبعا يا ستي، بلا قولا واحدا نعم، وهي من الاضاءات كمان اللي عايزين نبشر فيها الجمهور الكريم ونخليهم معنوياتهم مرتفعه. احنا يا سيدتي ما عندناش نوع واحد من اللقاحات، احنا عندنا النوع الاول، نوع الكلاسيكي الفيروس الميت، شركه ساينوفاك وساينوفارم اللي وصل في مصر، مظبوط، الصيني. صحيح. النوع الثاني النوع الحامل، احنا بنجيب فيروس زي الادينو فيروس اللي يصيبنا بالزكام، نثبطه وبنضع فيه الماده الجينيه بتاعت كورونا فيروس. النوع الثالث النوع اللي كثر عليه اللغط اللي هو الشفره الوراثيه اللي هو بايونتك فايزر وموديرنا، احنا بناخذ الحمض الريبوز المرسال ونضعه في جسم الانسان، فهو بيؤمر الخليه يصنع اجزاء من اشواك كورونا فتخرج الاجسام المضاده. النوع الرابع يا سيدتي هو نوفافاكس، ما استخدموش الفيروس تماما، هم استخدموا قطع بروتينية من الفيروس، وها هي لقاح نوفافاكس، وقد أثبت كما تفضلتي، باي ذا واي هو أثبت 96% فعالية ضد فيروس ووهان، لكنه أثبت فعالية أقل تقريبا 80% 50% مع التحور، فالنسبة الكلية كانت 86%. فيعني هذا يثبت انه اللقاحات فعاله، ولكن ممكن تقل 5-10% من فعاليتها مقارنه بفيروس ووهان اللي بدانا فيه اذا قارناه بالفيروسات المتحوره، وهذا شيء طبيعي. وعايز كمان ازيد معلومه مهمه، انه زي لقاحات الانفلونزا يا جماعه، احنا الانفلونزا كل سنه اللقاح اللي بناخده هو 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 لقاح مجدد، ولا لا يا سيدتي؟ صحيح. مش احنا كل سنه بنحط السلالات الجديده في فيروس فيروسات انفلونزا في لقاح الانفلونزا؟ نفس الحاجه في فيروسات كورونا، هي ليست شيء يعني عجيب، احنا كل فصل حنصير نشوف ايش الفيروسات الموجوده، اكثر فيروسات منتشره، نظبطها ونعملها يعني لقاحات، فما فيش مشكله. لكن زي ما يعني حكينا في بدايه حديثنا، اللغط كثير، الاشاعات كثيره، يعني وسائل التواصل الاجتماعي، واحد بيطلع بيقول لك ما تاخدوش لقاحات حتتحولوا لتماسيح، وواحد بيطلع لي بيقول ما تاخدوش لقاحات حيطلع لكم شوارب يا نسوان. يعني انا مستغرب يعني للاسف يعني هذا اللغط الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذا دورنا، ولهذا السبب نحن هنا على قناتكم المهنيه حتى يعني ندحض هاي الاشاعات ونضع المعلومات الصحيحة أمام الجمهور الكريم.